شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث المباراه نادي الاهلي ونادي طلائع الجيش في دوري السوبر لكره السله 86-63. برحب بضيوفي للمره الثالثه كابتن سلعاوي، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. طبعا انت عارف اجراءات الاحترازيه كابتن طاهر، يعني برحب بحضرتك من المره الثالثه، ويمكن المباراه سارت كما توقعت. لا كانت واضحه جدا ان هي اولا زي ما بيقولوا كده ان الماتش الاولاني طبعا سبع انطباع ان هم يحرصوا من نادي الجيش، زائد الارض زائد المحترف، يعني كل المعطيات ادت الى هذه النتيجه بالظبط. طب راي حضرتك التالت والرابع افضل من الاول والثاني يا كابتن؟ اعتقد ان الثاني ما يفرقش عن الثالث والرابع، بس هو العوده الثمانية بونت هي اللي كانت مشكله. عندنا يعني انما الفرق وصل لهذا اللي فوق ال 20 بوت نتيجه ان كان في ثبات شويه في التشكيل. صحيح. وبعدين دليل ان هم كان عندهم برضك يعني كانت بتطلع 20 بونت وبعدين ترجع مثلا 8 بونت، لان هو عنده قناعه تامه ان هو هيكسب في اي وقت. صحيح. بدليل ان انت لعبت زي واحد زي مؤمن، يعني خلال الموسم ما لعبش الا الماتش ده هو ونزل لفتره كبيره، يعني حاجه كويسه وانه ناشئ طبعا يعني هو ونزوله هو محمود وليد كان كمان رغم ان هو لعب في الكوارتر الاولاني بس عمل كذا حاجه. نعم. يعني احسن، يعني تحس ان هو هيبقى لعيب ليه مستقبل. كابتن سلعاوي راي حضرتك ايه في الفتره الثالثه والرابعه، وهل هي افضل بالنسبه للنادي الاهلي من الاولى والثانيه ولا لا؟ انا اعتقد ان هي افضل شويه نسبيا وليس افضل كما احنا عايزينه كلعيبه وكجمهور وك يعني داعمين وكمتابعين للفرقه، لكن اعتقد ان الثالث والرابع كان افضل شويه عن الاول والثاني. لكن النتيجه اللي انتهت بها المباراه هو الوضع الطبيعي المفروض بصرف النظر في اجنبي ما فيش اجنبي، لكن هو ده الوضع الطبيعي. يعني الاهلي بيلعب الجيش، فرق مستوى بين الاثنين. نادي الجيش نادي محترم ادى ما هو مطلوب منه في حدود امكانياته، ولكن نادي الاهلي بتدعيماته لازم يتفوق في هذا الكلام. راي حضرتك مين؟ عمرو طارق. انا اعتقد ان عمرو طارق وابو النصر كانوا افضل اثنين لعيبه النهارده، زائد زائد اليكس على فترات، بس يعني برضو منتظرين منه لسه اكتر من كده، لان المباراه اللي جايه صعبه اللي هي مباراه الجزيره في الاستاد على ملعب نادي الجزيره، مباراة صعبة. حظوظنا ايه في المباراة دي يا كابتن؟ اعتبر ان دي انا في رايي الشخصي ان دي مباراة تعتبر رد اعتبار لينا، اعتقد ان احنا ده هندخلها اجهز من المرة اللي فاتت، الاصابات اقل من المرة اللي فاتت. هيبقى مين هيلعب المباراة دي؟ هيبقى مين هيكون موجود؟ فهيكون الوضع ان احنا هنكون مكتملين نسبيا، فلازم بقى نفرد. طب الجمال يا كابتن ممكن يلحق؟ لا ما اعتقدش الجمال يقدر يلحق. اعتقد ان اعتقد ان احنا لازم نفرد شخصيه النادي الاهلي، نفرد سيطرتنا على الجيم من اوله، نبدا نحط رجلينا على خريطه الدور الثاني ده، بحيث ان احنا نخش مطمئنين كجمهور وكلاعيبه. طب كابتن ايه راي حضرتك نروح طبعا انضم لنا من ارض الملعب مراسلنا شريف شعبان ولقاء مهم مع الدكتور احمد عادل طبيب الفريق عشان نطمن على المصابين، اليك الكلمه زميلي شريف اتفضل. تحياتي كابتن هيثم ولضيوفك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي بعد فوز اليوم النادي الاهلي على فريق طلائع الجيش 86-63. مليون مبروك لحضرتك ولضيوفك ولكل مشاهدينا. معي دكتور الفريق الدكتور احمد عادل، بقول لك اهلا بيك على شاشات النادي الاهلي. تحياتي الكابتن هيثم السعيد ليك والكابتن سلعوه والكابتن طاهر رجب. وقبل ما يعني عندنا اصابات كتيره جدا ومطلوب على وجه التحديد الدكتور، يعني عاوزين نطمئن على حاله مصابي النادي الاهلي. الاول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله على المكسب النهارده، واحب احيي كابتن هيثم واساطير مصر والنادي الاهلي كابتن سلعاوي وكابتن طاهر رجب. احنا ان شاء الله الفتره الجايه هنشوف الاصابات دي كلها ان شاء الله واحده واحده، يعني واحد واحد هيرجع، وكده كده اللي موجودين من الفريق الحمد لله بيسدوا الحمد لله، يعني ان شاء الله الفتره الجايه الدنيا هتتغير. الفريق يعني ان شاء الله ماتشين كده والفريق هيبقى كله كامل.
احنا عندنا اربع اصابات لغايه دلوقتي. عندنا كابتن ايهاب، كابتن ايهاب امين عنده كان صباعه اتخلع من اسبوع فعنده جزع في الاربطه، ان شاء الله يبقى معانا في ماتش الجزيره. عندنا دلوقتي كابتن احمد حمدي وكابتن محمد مصطفى، الاثنين بيأهلوا دلوقتي. كان عنده محمد مصطفى كان عنده مزق في عضلات ظهره والحمد لله بدا التاهيل. كابتن احمد حمدي عنده مزق في السمانه والحمد لله بدا التاهيل، وان شاء الله برده يعني في الفتره الجايه اسبوع 10 ايام بالكثير ويكونوا معانا. فان شاء الله يعني اسبوع 10 ايام والفريق كله هيبقى كامل ان شاء الله. في حد تاني مصاب؟ في حد ابراهيم الجمال؟ ابراهيم الجمال برده بيبتدي ان شاء الله مع الفريق يوم الاربعاء، وان شاء الله يعني ماتش الجزيره ماتش الزمالك يكون موجود ان شاء الله. هو عنده التهاب في بطن رجله وقعد فتره علاج طبيعي، وان شاء الله نشوفه الفتره الجايه. سلعوي يعني كان عنده مشكله في ركبته لان هو كان عنده قرحه قديمه، فيعني في الفتره الجايه وكان عنده شد في الاماميه، في الفتره الجايه ان شاء الله نشوفه. في حد مصاب تاني؟ لا كفايه قوي كده. ليه الاصابات كتير؟ يعني ممكن يكون حمل الماتشات والكلام ده، ضغط بنلعب ماتشين بنلعب ماتشين في الاسبوع، فضغط مباريات بقى لنا شهر ولسه قدامنا لغايه رمضان، فيعني واحده واحده ان شاء الله ان شاء الله احنا اللي بنحاول ان احنا نعمله عشان ده المفروض شغلنا ان احنا نتفادى الاصابات مش نعالج الاصابات. فاحنا ان شاء الله مع كابتن اشرف توفيق ان شاء الله نحاول ان ما يبقاش فيه اي حاجه تانية، عشان برضو اي حد بيقع من الفريق بيأثر في الفريق، مكانه بدل ما بيلعبوا ثلاثه بيلعبوا اثنين، فان شاء الله الفتره الجايه الدنيا تتحسن. لازم نشكرك على مجهودك اللي باين جدا مع الفريق، الاصابات كتيره وما شاء الله عليك طبعا بتعمل شغل كويس جدا وبرجع اللعيبه للكابتن اشرف توفيق، فما شاء الله عليك وبنشكرك جدا وربنا يوفقك الفتره الجايه. ربنا يخليك، انا اللي بشكركم وبشكر كابتن هيثم، ويعني مش عايز انسى الجهاز الطبي، ان بشكر دكتور هيثم كابتن عيسى، الناس دي برده بتعمل شغل. يعني رجوع اي لعيب من اي اصابه بسرعه هو يعني شغل فريق عمل، مش واحد بس اللي بيعمل كده، وبرده مع الكلام مع كابتن اشرف مين يريح مين يلعب، فان شاء الله الفتره الجايه الناس هتشوف الفريق كله ان شاء الله. شكرا دكتور، وبالتوفيق اللي جاي باذن الله، ويا رب ما يكونش فيه اصابات. لا ان شاء الله ان شاء الله ما فيش. شكرا دكتور. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع طبيب فريق النادي الاهلي. عوده ليك من جديد شريف شعبان، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نروح لسلاح حامد، معاها لقاء مع الكابتن احمد الجرحي، لقاء مهم مع مدرب عام الفريق، خلينا نشوف هيقول ايه. اتفضل يا سلاح. خلي بالك الراجل ده وشه حلو علينا. مرحب بك يا كابتن هيثم طبعا، ومرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل هكون دلوقتي مع حضرتك، معايا الكابتن احمد الجرحي مدرب فريق النادي الاهلي. طبعا كابتن احمد، مليون مبروك فوز النادي الاهلي على طلائع الجيش النهارده، فوز مهم يعني طبعا النادي الاهلي عشان مشواره في الدور الثاني من بطوله دوري السوبر للرجال. الحمد لله رب العالمين، النهارده يعني بدأنا يعني من ماتشين ثلاثة الأداء بيتحسن واحدة واحدة، الإصابات بدأت ترجع، بنلعب تقريبا 70-80% من الهيكل الأساسي للفرقة. إن شاء الله يعني أنا عارف الناس كلها زعلانة من الأداء الفترة اللي فاتت، من تذبذب النتائج. إحنا مقدرين، وأي حد بيلعب أو بيشتغل في النادي الأهلي يعني لازم يتقبل نقد الجماهير. كل اللي بنوعدهم ليه إن شاء الله إن إحنا خلاص مع اكتمال الصفوف ان شاء الله الماتش الجاي ايهاب امين يرجع، عمر ورجع، احمد حمدي محمد مصطفى يرجعوا على الماتش اللي بعد الجاي، السرعاوي خلال 10 ايام ان شاء الله يكون معانا، فهنبقى كاملين باذن الله. هيبقى الاداء احسن، هيبقى النتائج ان شاء الله هتبقى احسن. احنا واثقين في رجالتنا، بس طبعا الظروف كانت ما عندنا الفتره اللي فاتت، عارف ان الجمهور كل الظروف دي ما تخصوش، ما يفرقش معاه يعني، مش هيتقبل اي اعذار، مش هيتقبل اي ظروف، بس دي كانت حقيقه يعني، ده الواقع اللي احنا كنا عايشينه، ان احنا كان 15 لعيب في 8 منهم مصابين، بنلعب بسبع لعيبه من الكبار معاهم بقيه القائمه ال 12 بنحطها من فريق الناشئين. فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هيكون الاداء احسن وان شاء الله نتائج. عندنا ثقة كبيرة جدا يا كابتن احمد طبعا في الجهاز الفني واللعيبة ان هم يعودوا مرة اخرى طبعا لمكانتهم الطبيعية في بطولة الدوري، وان شاء الله ده هنشوفه في مباراة يوم الجمعة امام نادي الجزيرة. ما انا زي ما بقول لك، هو مش مباراة نادي الجزيرة بس، هو الباسكت مش ماتش او ماتش، لا الباسكت احنا عندنا يعني لو عديت لك الماتشات اللي جاية بالترتيب، جزيرة، زمالك، سموحة، سبورتنج، اتحاد، خمس ماتشات تقريبا نفس الليفل نفس المستوى، ماتشات هتأهلنا ان احنا نلاعب مين في البلاي اوف، فاحنا بنستعد لكل ماتش على حدة، و يعني بندرس كل فرقه قبلها بيومين عشان الماتش اللي هنلعب معاه، يعني هنلعب ماتش الجاي الجزيره، بندرس الجزيره خلال يومين الجايين
بنخلص من الجزيره على طول بنخش على الزمالك، فكل فرقه عارفين نقط قوتها ونقط ضعفها وبنتمرن على الشغل بتاعها. فان شاء الله باذن الله الجمهور يعني هيلاقي شكل جديد لفرقه النادي الاهلي ابتداء من الماتشات الجايه باذن الله. قبل ما اختم معاك يا كابتن احمد، يعني شفنا في مباراه اليوم كابتن اشرف توفيق يمكن بيشارك بعض اللعيبه اللي كمان بيعانوا من اصابات بسيطه زي مودي الجرحي، عمر طارق او حاتم البحيري، يعني شفنا ده في مباراه اليوم، طبعا ده بسبب يعني الاصابات الكتيره والغيابات الموجوده في صفوف الفريق. والله هو بالظبط، هو يعني عايز اقول لك ان هو يعني واحد واحد كده، هو حاتم لا حاتم ريحناه يعني كان موجود في ال 12 بس يعني الحمد لله ريح ايدينا ان احنا نريحه. مودي الجرحي معاه في نفس مركزه، حاتم البحيري، محمد مصطفى عنده مزق في ظهره فما فيش غيره في مكانه، لازم كنا نحمل عليه النهارده انه يلعب اوقات كبيره. دفعنا بمؤمن خيري معاه في نفس المكان، ادى اداء كويس يعني لحد ما، بالنسبه ان هو بقاله فتره ما بيلعبش معانا، لعب معانا في بدايه الموسم. عمر طارق بصراحه هو اللي بقاله ماتشين هو عايز يجي على نفسه وعايز يلعب، هو رجليه ورمه لغايه دلوقتي، كان عنده سبرين انكل في ماتش سموحه لعب، لان هو يعني عارف ظروف الفرقه وان الفرقه محتاجه وجوده، وعمر من اللعيبه الرجاله والحمد لله النهارده كان من نجوم اللقاء. الحمد لله. ميرسي كده يا كابتن احمد والف مليون مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. مستمرين معك يا كابتن هيثم ومعي واحد من نجوم المباراه اليوم كابتن عمر طارق. كابتن عمر طبعا برحب بيك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، ويعني النهارده زي ما قلت الكابتن احمد فوز مهم للنادي الاهلي في مشواره في الدور الثاني طبعا من بطوله دوري السوبر للرجال، وشفناك النهارده يعني في المباراه بتشارك رغم وجود يعني اصابه بسيطه طبعا في اسبرين الانكل. الحمد لله، برحب بكابتن هيثم اولا وضيوفه، الحمد لله طبعا على المكسب، ماتش مهم بالنسبه لنا ان احنا يعني نبتدي نرجع لمستوانا اللي احنا المفروض نبقى فيه يعني، ونرجع للانتصارات تاني، ويعني نحاول على قد ما نقدر ان احنا نصالح الجمهور اللي طبعا اكيد متضايق واكيد مش راضي عن النتائج اللي فاتت وعن الاداء. بس زي ما كابتن احمد كان بيقول يعني احنا مرينا بظروف يعني استثنائيه جدا، كميه اصابات غير عاديه يعني في الفرقه، واحده واحده والحمد لله ابتدينا نكتمل. وانا يعني زي ما قلت انا بلعب برجلي، عندي جالي سبرين انكل وبلعب عليه، الحمد لله ما كانش جامد يعني، بس رجلي صارمه شويه، بس يعني لظروف الفرقه طبعا ما قدرتش يعني ان انا اريح، لان ما فيش وقت خلاص، لازم نبتدي نخش في الفورمه اللي هي ان شاء الله توصلنا ان احنا نبتدي البلاي اوفس يعني نبقى في التوب فورم ان شاء الله. كلمني يا كابتن عمر عن يعني جاهزيه النادي الاهلي ان شاء الله لمباراه الجزيره ليوم الجمعه. لا احنا دلوقتي في موقف ان احنا يعني كل الماتشات زي بعض، سواء جيش، جزيره، سموحه، سبورتنج، اتحاد، زمالك، كله بنعمله بنفس الجديه، لان احنا ما مش حمل ان احنا نخسر اي ماتشات تانية يعني. فهنجهز ان شاء الله بكره اجازه يعني راحه من التمرين، وعندنا اربع وخميس ان شاء الله هنجهز للجزيره يعني نذاكر طريقتهم ونذاكر لعبهم، ونبقى ان شاء الله جاهزين للماتش يوم الجمعه، وان شاء الله يعني واحده واحده المستوى يرجع تاني زي ما شايفين يعني المستوى ابتدى يرجع تاني اهو، النتائج ابتدت الحمد لله ابتدينا نرجع تاني للمكسب يعني. شكرا جدا يا كابتن عمر ومليون مبروك طبعا لمباراه اليوم. الله يبارك فيك، شكرا. عوده مره اخرى ليك يا كابتن هيثم وطبعا لزميلي شريف شعبان. سالة حامد مراسلتنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا، لقاءك مع كابتن احمد الجرحي وايضا كابتن عمر طارق. خلينا نروح لزميلنا شريف شعبان من ارض الملعب ايضا، ولقاء مع الكابتن طارق خيري مدير فني طلائع الجيش. اتفضل يا شريف. من جديد بجد تحيه كابتن هيثم ولضيوفك، طبعا معي نجم من نجوم النادي الاهلي كابتن طارق خيري، بقول لك اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وتحيه الكابتن هيثم، كابتن سلعوه، كابتن طاهر رجب، وكل مشاهدينا. تحياتي ليك والكابتن هيثم، وانت قلت لي ان هو معاك كابتن طاهر رجب وكابتن سلعوي يا حبايبي. مباراه صعبه مع النادي الاهلي، يمكن الكوارتر الاول الاهلي كان مستحوذ، الكوارتر الثاني بدات تتقرب الجاب مع النادي الاهلي، دلوقتي تقرب وبدات صعب الجيم على النادي الاهلي، الكوارتر الثالث والرابع خبرات لاعب النادي الاهلي، النادي الاهلي برده معاه لعيبه على اعلى مستوى وقدر يحسم الجيم لصالحه 86-63. يعني دي حاجه متوقعه، احنا جايين في كل الماتشات بعيد عن الاهلي، انت بتبقى جاي مدي شغل عايز تنفذه، لو حالفك التوفيق بنقزم الجيم على الفرقه اللي لعبها، رغم ان تبقى ممكن في 10% انت عارف انك هتخسر، وخصوصا ان كمان معكش محترف، يعني انت الكواليتي اللي معاك لعيب، هي اداره نادي الجيش من بقى لها سنتين في قرار من فوق يعني ان مفيش محترف في كل الالعاب يعني مش في الباسكت بس، نتمنى يبقى في طبعا كل الفرق يعني الفرق الدوري كلها
معاه محترف ما عدا احنا وسبورتنج اللي ما عندهمش محترف، فارق معانا جدا. الولاد رجاله، التارجت بتاعنا كنا ندخل الثمانيه، لان انا مسكت فرقه في نص الموسم من 3 شهور، كان التارجت ان انت تدخل الثمانيه. يعني في فرقه كويسه قوي معاها محترف بتلعب من 9 لل 16 مثلا زي التامين مثلا طول عمرها من فتره، انما الولاد رجاله، انت بتادي، انت 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 ماتشات كتير قوي بتلعبها ايكوال جيم مع الفرق اللي هي اجمد منك، وبتيجي تخسر ساعات في الاخر بسبب محترف او بسبب ان انت قدراتك الهجوميه بتيجي بعد فتره ممكن ما تبقاش ال 40 دقيقه شبه بعض زي النهارده مثلا بنجلي ليب او بنجلي حاجات صغيره جدا لو العيال بتجيبها ممكن يبقى الجيم مأزم شويه، انما فريق الاهلي فريق كبير ومحترم وجهاز فني محترم، فدي دي قدراتنا احنا مع الاولاد اللي موجودين. دي حقيقه، دي حقيقه. النهارده في سكاوتنج النادي الاهلي كان في لعيبه صغيره وعلى راسهم مؤمن طارق خيري، تقييمك ليه الاول؟ لا انا ما تحرجنيش في تقييمه، انا مؤمن الحمد لله رب العالمين، خطواته ثابته في النادي من 3 4 سنين، الناس كلها عارفه ان هو لعيب مميز، عنده مميزات، لو عنده عيوب الجهاز اللي موجوده او الناس اللي بتمرنه عارفه ايه مشاكله، انما انا كولي امر بقى بعيد عن التدريب، لا لعيب كويس ليه مستقبل، يعني حتى لو في النادي الاهلي العدد عشان القائمه قليله ملوش مكان يقدر يلعب حتى لو اعرف حته ثانيه وياخد تايم كويس. طب خلينا كابتن هيثم ينضم لنا مؤمن بقى، مؤمن سمع الكلام، مؤمن نجم من نجوم النادي الاهلي الصاعدين بسرعه الصاروخ، مؤمن رايك الاول في كلام الكابتن طارق خيري، طبعا اسم كبير في عالم الباسكت يعني. لا ما هو انا مش هينفع اعلق بعد اللي هو قاله طبعا يعني، انا مبسوط ان هو يعني بيتكلم عليا كويس وعايز اخليه دايما فخور بيا، فبحاول على قد ما اقدر اعمل عليا اكتر. طبعا هو هيبقى في خناقه في البيت بس مش مهم يعني، بس انما هو دي حاجه من وجهه نظره هو، انا ما اعرفش ايه يعني، مش دايما ببقى عارف ايه اللي ناقصني هو بيقول لي وانا بحاول اشتغل واللي ربنا كاتبه بيكون بقى في الاخر. نزلت وحاولت تأدي بقدر المستطاع وبدات تلفت نظر الحاضرين في هذه المباراه؟ حاولت كتير ان انا يعني ابقى موجود في الدرجه الاولى، بس يعني الظروف ما كانتش بتساعد، ان الفتره اللي كنت ابقى موجود فيها اتصبت، فاضطريت ان انا ابقى مش موجود، وكابتن اشرف كان بيحاول على قد ما يقدر يساعدني، فالنهارده هو يعني زقني في ماتش النهارده، ودي حاجه مخلياني عندي ثقه وعايز العب اكتر مع الدرجه الاولى. شايف يا كابتن طارق ان ممكن مؤمن يوصل لربع مستوى طارق خيري؟ صعبه جدا، بتلعب كبير انا عارف. صعبه جدا. لا الكواليتي اللعيبه نفسه اختلف عن زمان عن دلوقتي، انا بتكلم عليه او هو حتى الاولاد اللي موجودين معاه اذا كان محمود او عبد الله او في ناس ما بتتصعدش، عندنا الحمد لله قطاع كويس، هي بس التايمنج لان كمان الظروف مش مساعده الفتره اللي فاتت، انما بنتمنى لهم هم طبعا كل ما بيجي يتزقوا يبقى عندهم فرصه يبقوا ايجابيين جدا يثبتوا ان هم يقدروا يلعبوا حتى في الماتشات الكويسه قوي، وخصوصا في الفتره اللي كان فيها اصابات لازم يعوضوا الدور ده. انا بس بطلب حاجه من الجماهير او بطلب حاجه من الناس اللي دايما بتهاجم الفرقه، لان واحنا ماسكين كان في نفس المشكله، في هجوم رهيب على الجهاز الفني واللاعبين. الواحد حزين، انا ما باخدش على المواقع بسمع بيتقال ايه، بس احنا لسه بدري جدا، فرقتنا فرقه محترمه جدا، الولاد لازم يثقوا في نفسهم من خلال جمهورهم. انا عارف ان في عتاب والجمهور بيزعل و بس طول ما انت بتنتقد بزياده بيجي عدم ثقه للولد او حتى للجهاز مهما كان الموضوع فيه خبرات وبتاع، فدي مهمه جدا نقف ودايما الحساب في نهايه الموسم دي كنت انا بطالب بيها دايما وانا بلعب. الولاد بدات تكتمل، شكلهم بقى نفسيا احسن بعد ماتش اتصالات وماتش النهارده، فدايما نبقى نبوش معاهم لحد، لان المهم اللي بعد اللي كده ان شاء الله، ده درجه مني ليهم يعني، وربنا يكرمهم ان شاء الله. كلام كبير من مدير فني كبير، انا سعيد اللي كنت معاك النهارده يا كابتن طارق. انا اسعد، انا حبيبي، شكرا حبيبي، شكرا ليك، شكرا ليك. مؤمن مكمل معاك، مؤمن بقى قول لي اخيرا قبل ما اختم معاك، عندنا مباراه صعبه جدا مع الجزيره، شايف هذه المواجهه ازاي؟ طبعا احنا لازم نعوض اللي حصل في الدور الاولاني كله، خسائر بسبب الاصابات طبعا، اخطاء تحكيميه كانت كتيره طبعا، فماتش الجزيره اللي جاي على ملعبهم واحنا خسرنا منهم هنا، فهيبقى الموضوع مختلف، هنبقى عايزين نرد اللي حصل هنا، لان احنا كنا هنا ناقصين ومش كاملين والظروف ما ساعدتناش وفي ملعبنا، فاحنا دلوقتي جاهزين ان شاء الله. ماتش يوم الجمعه ده هيبقى رد اعتبار، والجمهور هيبقى مبسوط ان شاء الله بالماتش ده باذن الله، تكون ليك دور مؤثر مع النادي الاهلي الفتره الجايه باذن الله.
ان شاء الله انا اتمنى يعني ان شاء الله. شكرا. تسلم. شكرا كابتن هيثم. ده كانت لقاءنا طبعا مع مدير فني كبير هو الكابتن طارق خيري ومؤمن طارق خيري. خليني اقول لك الكوارتر الاول 25-14 للاهلي، الكوارتر الثاني 47-33، الكوارتر الثالث 69-49، نهايه المباراه 86-63. ده كان طبعا لقاء الاهلي وطلائع الجيش. مليون مبروك فوز النادي الاهلي على فريق طلائع الجيش. عوده لك من جديد كابتن، اتفضل. شريف شعبان بشكرك من ارض ملعب مراسلنا مراسل قناه النادي الاهلي من ارض ملعب، واكيد كمان بنشكر سالة حامد وبنشكر كل فريق النهارده الخارجي او الفريق اللي نقل لنا المباراتين، لان كان يوم الحقيقه جيد وكان يوم مزدحم. الحقيقه ارجع لضيوفي كابتن طاهر، يمكن حضرتك تابعت اللقاءات معايا، تعليق حضرتك تحب تعلق ايه على اللقاءات او الكلام اللي اتقال؟ عموما احنا يعني نعتبر ان مباراه النهارده هي بدايه العوده لمستوى النادي الأهلي وروح النادي الأهلي، وزي ما اتفقنا إن من الأول إن الراوند الثاني ده هيكون فرصة كبيرة جدا في معالجة المشاكل أو الدروبات أو الإصابات أو أي ما اللي كانت موجودة في الدوري بالضبط. إنما عموما يعني الماتش النهاردة كمان أنت قدرت تزقوا فيه ناشئين عشان كان السكور وصل لفوق ال 20 بونت وحاجات من دي، يعني ده برضك مكسب ان انت يبقى عندك ناشئ واثنين وثلاثه. صحيح يا كابتن، كلام حضرتك مظبوط 100%. كابتن سلعاوي في دقيقه كده تعليق حضرتك عن اللقاءات وعن اللقاء النهارده. يعني انا شايف ان لقاءات محترمه. طارق خيري ابن النادي يتكلم كلام مدرب، يعني برضو هو بيدرب الجيش بس قلبه على النادي، ومؤمن طارق من اللعيبه الصاعدين اللي احنا بنتمنى لهم يعني مستقبل مبشر، يعني هو وزملائه محمود وليد وعبد الله وملك ياسر الفتوح، فكل دول احنا بنتمنى، لان قطاع الناشئين عندنا زي ما اتفقنا من الاول وقلنا انه غني باللعيبه. عايز اقول برضو ان كلام احمد الجرحي من المدربين اللي يعني قلبا وقالبا مع يعني موت نفسه ورا الفرقه وبيلم وبيعمل وبيكلم ومدرب هايل يعني بصراحه، وهو كان من الجيل اللي عمل ثلاث مرتبط ثلاث سنين، كان هو احساس بالمسؤوليه وقال طبعا يعني، فكلامه وكلام برضو مدرب محترم غيور على النادي. عايز اقول ان الفرقه بدات يظهر لها ملامح، بدات تعيد الثقه بالنسبه الناس زعلانه ومن حقها ان كانت ان شاء الله يبقى عوده بقى المكسب خارج ملعبنا ان شاء الله. كده الناس كانت زعلانه ومن حقها انها تزعل، بس انا اعتقد اللي جاي هيبسطهم ويريحهم ان شاء الله، واللي جاي قادم افضل ان شاء الله. كابتن سلعاوي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر بشكر حضرتك النهارده، شكرا جزيلا. شكرا كابتن هيثم، شكرا للقناه. كابتن طاهر رجب نورتيني وشرفتيني، نجم طبعا النادي الاهلي ومنتخب مصر، نورتيني وشرفتيني يا كابتن. احنا اللي بنشكركم كقناه وفي شخصك كمان، يعني البرنامج ده فعلا في منتهى يعني الجمال صراحه. شكرك يا كابتن، دي شهاده نعتز بيها لما تيجي من نجم كبير زي حضرتك ويعني شخص محترم واهلاوي كبير. تعيش. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، النهارده يوم اهلاوي سعيد، النهارده ابتديناها بفوز الكره الطائره رجال على نادي الزمالك 3-0، ثم فوز او سيدات الكره الطائره على الشمس 3-1، وكان ختامها مسك فوز النادي الاهلي على طلائع الجيش كره سله. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعه، استنوني يوم الاربعاء اللي جاي بعد بكره ان شاء الله في حلقه جديده من الابطال. شكرا جزيلا.